الطيران المروحي يقصف قرية الزكاة بريف حماة الشمالي بالألغام البحرية. قصف بالألغام البحرية من الطيران المروحي على قرية الزكاة بريف حماة الشمالي والدخان تصاعد. 5/10/2015 ولا تزال الطائرة المروحية في أجواء ريف حماة الشمالي. الطيران المروحي يقصف بالألغام البحرية قرية الزكاة بريف حماة الشمالي والدخان تصاعد. 5/10/2015 ولا تزال الطائرة المروحية في الأجواء.